السلام عليكم أصدقائنا الأعزاء المهتمين بالصناعة المهتمين بالاستيراد من تركيا. في إحدى جولاتي في المصانع اكتشفت حاجة جميلة قوي عجبتني قوي قوي. دي عارفين اللي هو الجبس اللي هو بيبقى بتاع الحوائط اللي هو الجبس بتاعنا العادي اللي الكرانيش والحاجات دي معمولة بالفوم دي بتتلزق وتدهن على طول. فأنا عجباني القصة دي قوي. زي ما احنا شايفين كده طبعا انا مش عارف المصطلحات المهنة الصراحة بتاعت المهنة دي اللي هي بتاعت الجبس دي بس زي ما احنا يا مصري زيك كيفك المهنة دي نقدر نقول دي اسمها ايه المهنة دي عندنا بيسموها الجبس جبس ده فوم صح وده انت بتستخدمه حضرتك مهندس لا امال حضرتك بتستخدمه في ايه مهندس زي ما احنا شايفين اشكال الكرانيش دي اللي مش عارف بيسموها ايه السرة ولا بيسموها معرفش ايه زي ما احنا شايفين كده انا شايف القصة دي ممكن تمشي قوي 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 شايفين القصة الحاجات دي مش دي فوم برضو بس فوم قوي شوية دي حاجات اهي اللي هي كرانيش عشان بقى نفضل نوع الجبس ووجع دماغ دي حاجات زي اركان لا يعني شايف حاجات كده جميلة برضو بنفس الايه نفس الخامات دي وانا شايف الصراحة انها فعالة جدا لان هي الهدف ايه الهدف ان انا اعمل ديكوريشن فطالما ان انا هعمل ديكوريشن انا لا انا محتاج جبس ولا انا محتاج اي حاجات فيها قوة جامدة دي نفسها برضو ممكن تمشي حوائط برضو فوم برضو عشان اكون صريح معاكم انا برضو معرفش هل الحاجات دي موجودة في مصر والدول العربية ولا لا بس انا شايف ان مستقبل الجبس لزوال خلاص كده خلاص انا مش محتاج اقعد بقى اعمل جبس والكلام ده لا خلاص بقينا زي ما احنا شايفين اهو كل الديكورات انا هقدر ان انا احطها بقول لحضرتك يا باشمهندس مرحبا دي بتدهن بويا كومشلار لا يعني قصدي بتدهن ايه المنطقه كلها على لا لا هي بيدهن عليها ها بويا انواع معينه انواع معينه من الدهان ايه ما في مشكله طيب حلو تمام في مسبوق زي في مدهن زي في موجوده في زي ما بيقول هو في مدهون جاهز في اللي هي تمام وداعا مهنة الجبس سلام عليكم